بالنسبة لنا جامعة الحرة التعليم ماشي كنطالع علينا حيل ولا وعود، احنا نشتغلوا بايدينا في الملف، كنقول لكم كنشتغلوا بايدينا في الملف، ماشي كيعاونونا، ماشي كنستناو شي حد يعطينا الامل ولا الوعد، ماشي احنا الناس اللي كيبردوا الناس على اساس وعود اللي هي شكون ما تكونش. الاخوان اللي جاو في الموسيقية وكان عندهم اتصلوا بيا قالوا لي راه غادي تقول كلمة معنا في الوقفة، قلت لهم الاخوان انا ما نعيش في الشكل باش نجي نقول كلمة، ما نسمحش لنفسي اخلاقيا انني انا ما درتش بيان حاضر وغنجي نحضر نقول كلمة باي شيء. واش غنستنسخ من النظام ديالكم انتوما بالنسبة لكم شكل النظام، انا غنجي الباب باش ندير صورة او ندير صريح ما غنديش نهضر. هما الاخوان اللي في الموسيقية حاضرين معايا رفض في العشية كانوا هما جاو عندي كنت شكون تكون في هذا الملف؟ كنت مقترحي تقري ها هو في الحاجة ندخلوا عبر بوابة بوابة المقترح للجامعة الحرة، وهادشي اللي قلتلهم هو اللي مشاو فيه الوزارة قبل ما قبل ما يكون، كنقول شي حاجة أنا تكون مش كنعاودها وكتحمل المسؤولية، إذا شفت نهضر معكم بشكل مباشر، راه ممكن ندير بلاغ ولكن هادشي خصكم بشكل مباشر، ممكن تسجلوا ممكن ديروا أي حاجة أنا ما تحملش عليها. والموسيقية ديال فوج 2018 شاهدة وحاضرة اللي هي كانت السبب الرئيسي باش تحيا هاد الملف ديال المتصرف التربوي، يعني كان عندي تدخل اللي كان عم يصور الوزارة وعائلة وكانت حتى متابعات إدارية في حق هاد الموسيقية. رفضت أنني نجيب الكلمة اعتبارا أنني أنا ما نديرش أخلاقية نجيب حاجة أنا ما نشاركش فيها في مقابل واش ممكن نجي عندك تكون محظى ونطلب منكم مقترح، هذا هذه الحقيقه اللي تبين المقترح اللي قدمناه هو اللي كان من بعد وتقدم بشكل رسمي، واعتبرنا ان المدخل هو المصدر جوج خلاص من الاسبوعين ديال المراكز التكوين، هذا هو المصدر التغيير اللي فيه المتدربين الان. والشاهد على العقول ان الوزاره بعد بدات المجرى، غنتبعكم دابا كنهضروا على الميزان مزيان تسجلوا هاد الشيء باش يكون عندكم الدور حتى من تيجي الناس ما كاينش كاين. المنصب جوج خاص 72 كان عندك حتى المركز الجهوي ديال التكتب والتكوين 23 ديسمبر 2018 قلت لهم هذا هو المدخل، إلا بغينا نتصرف في السنور وما يبقاش فيه 16 خصنا نبداو من المركز منظومة التكوين تكون هي براسها زون 14 نتخرج زون 14. وهذا المقترح الجامعة الحرة التعليم سيتي تسمعوه أول مرة في المقر الجامعة الحرة التعليم الإخوان الموسيقية راه حاضر راه عارفين هذا الشيء اللي تبادلوا بعد ما فكوا الاعتصام وجاو طبعا ما قلنا لهم لا تفكوا ولا غيره. بالعكس حنا تدخلت بشكل مباشر قلت إلى كان شي تعصب على الإخوان أنا غادي نعتصم معاهم مش هذا الشيء، وفرت من ناخذ الكلمة وقلت غنعتصمهم إلى تناصر باش نبان نتصور نقول انا ميكافون اللي كنت حتى اختار الميكافون كتشاهد الموسيقية فلوس جايين لا في تلك يعني حنا غنقول انا وقت صوري وقت صوري اللي بغينا شكون بالفعل ما كان يرجع لبلاصتو المنصور ديال منظومة التكوين هو المدخل، وقلنا هاد الناس باش يدخلوا وتحسبوا تقدروا معايا من خلال منظومة التوظيف يعني الخروج علينا ديال هاد الكتاب مراجعة المنصور. إذا المنصور مثلا المنصور ديال الإدارة التربوية، ومثلا أيضا المنصور ديال 2002 يعني 1973 ديال إحدى المؤسسات العمومية ديال التربية التكوينية، هادشي ناقشو معاكم في حينين، حنا في الجامعة حتى ديك الرؤية ماشي هي كنهضر ماشي كندير قرارات أنا أنا مساند وطالب، المفروض أنا نجي نحل الناس هما راه جاو الموسيقية محتاجة ماشي غادي نبغى ولا خاص تجي تخرج هي الآن قوتها والآن بعدت من قوتها المسلم ديالي الآن يكون معاهم لكن كما قال شنو هو فيه المضافة إذا غادي البيان غاتقطع وغات وبالنسبة لي أنا الإجراء الآخر ما غاتمنع الوقفة ولا غاتكون ومن بعد غاتمشي هذه الموسيقية ترجع الأقاليم تكمل الشكل النظامي أنا اللي مؤسسة دستورية ما تحاولش ندور نشوف ونشوف جميع الاجتماعات الحكوميه المعنيه بكل الاليات كتوفر لك الاقامه كما كتزاد الاقاميه ولما لا تعمل جميع الاليات لان كندافع على اسره تعليميه مختلفه عن
بينهم يتساهلوا يكفي خارج باسم الوساطه. لماذا يعاقب على اسم الوساطه لقد يمشي المشكل في كل القطاعات في العلم الحديث في الوساطه الاجتماعيه؟ علاش كان الاستاذ الوساطه يقول كيفاش دوره تجيب الحلول وتكون عندها فرصه؟ اذا قلت بصور الاول المدخل الاقتراح في الاخوان هو تعديل هذا المصروف ديال شي نص علاش؟ الاساسي فيه هو انه يعطي الخريج سلطه التصميم. النقطه الثانيه هو المتصرف التربوي المرتب سلم 10 هما اللي كانوا في جوج اعمال 2018 قلنا غادي توضع الثوره الكبرى على اساس انه تدمج في سلم 11 بعد قضاء واحد المده تدريبيه ديال سنه. بمعنى انه ضرب على 2018 كيكون عنده دمج 2019 باعتبار ان المنظومه التكوينيه كتبقى سنتين كيكمل العام ديالو وكيعطيه 11 بحال بحال اللي تخرج. واضح الامور تاعه المدخل هو المنظومه ديال التكوين هو المسؤول ديال المراكز باش تعرفوا الانتظار. والنقطه ديال الاطور واش كنحسبوها؟ حنا من النظام الاساسي اللي كنهضروا عليه هو النظام ديال 2003 النظام ديال 2003 عرفوا النصوص المنتظمه فيه ما كانش اطار مختلف التربوي يعني المصدر الاول احدث تغيير ماشي حدث هذا التسميه ديال المنتصف التربوي لان الناس دخلوا في 2015 وتخرجوا ما كانش التسميه ديالهم في وجه الاول. وبالتالي الان اللي كنهضروا على 114 وغيرهم حنا غادي ما يقارب 5000 من الخريجين. حنا مثلا المعطيات كاملة اللي كنمشيو نفتحو عليها كنلقاها دور باش نقدرو نمرو الحل. بالنسبة لهاد الفئة ديال المتصرفين تبعو جو مركز كيكون عندو درجتين الدرجة الأولى والدرجة الممتازة. شنو كيخصنا عندو؟ جوج ديال النصوص كاينين في النظام الأساسي الحالي 2003 هو 65 مكرر من 6 يعني 6 ماشي 9 ولا اكثر من المرات باش يكون فيه تعديلات و 96 هادشي مرتبط داخل النصوص اللي كتحدد الوضعيه النظاميه ديال البترول الخاضعه للنظام الاساسي لوزاره التربيه والتعليم. صافقين؟ اذا التعديلات غتكون على جوج مرات هذا هو المصدر باش نكون نكون في المصدر باش نكون جوج مرات الأجرة ديالو بدات فهمتوا شنو كنقصد؟ الأجرة هذا المنصوب عمليا بدات بدات من دخلوا الناس بتكوين بسنتين بمعنى ما كنهضر على المنصوب ديال المراكز راه مازال ما خرجش ولكن الله مازال الأجرة راه بدات من بقات ما كنهضرش حنا بالوعود ولا بحال هذا ما يمكنش نقابل يتكلم بقالنا الوزير حنا ما كنقولنا حنا كنكملوا خدمة اللي بديناها أولا عندنا اتفاقات ديال الحوار بين الاسم الحوار القطاعيه، ثانيا حيت خدمنا المصطلح خدمناه متكامل وكنشرفوا على الاجرة ديالو، ما كنفكوش الوعود، ما كنديروش التنميه من الناس، واللي عنده شي حجاج اخرى الى تشكيلو فحنا بيه، اللي تيقول بهذه الطريقه اللي غادي يزيد لها الاخر هو يعطينا مقترحات جديده. اذا هذه الاجرة ذات ديال المنصوب كنقولوا اخراج المنصوبين الاجراءات ديالو بدات الاولى هو دخول الناس المراكز سنتين بدات الاخرى المنصوب هي لكن حنا خصنا نكونوا فاهمين كان الانسان المتلف بجميع الطرق العليا لان حنا هدفنا هو نجيب الحلول مقاربتنا هو نجيب الحل. اليوم تاخر اصدار المنصوب تاع الفرصه في المستوى الثالث في التحليل. شنو هو المستوى الثالث في التحليل؟ هو وزير كيصرح في قبة العلماء بان المنصوب ما يخرجش بعد ايام تعليمه ولا كاين مشكل باش يكون وزير تسال عليه وليه المال تسال عليه الشغل ولا تسال كاين ديك المشكل الحقيقي هو اللي كيجي بعض الاخوان تكون ما تراسلش ملي كيجي وزير الماليه تقول لك انا ما بمعنى هنا كنتحولوا بالملك الى صراع سياسي داخل الحكومه هذا هو الأمر الذي يتمثل. أنا كحاسس بالسياسية واضحة، أنا حاسس بالعارف، وممكن أن نروح نسقي له وتتبع، وحتى إذا كانت شي حاجة
لا أحد يقول أنا مش تسيين والمدني إحنا بعد ما بدأت كل حاجة فبدأنا المزايدة ولا وكان نفع على الشركة لأن إحنا كنا نفع باش نطلع على مصالح نسد جلدية هنا يقول لكم مستوى التنفيذ السياسي بمعنى أن وزير اليوم قالوا أيام لا تقدر تخرج من المصالحات وتضايقها من الأغلبية ديالها بمعنى أنه يشوف في مسألة التعليم وحدة سياسية خصنا نستغل أسباب الأخلاق